كفالة العمل والإقامة في الشرق الأوسط. يدير نظام الكفالة تواجد الملايين من العمال المهاجرين في الشرق الأوسط. يربط مصير كل عامل أو عاملة بكفيل واحد. في معظم الدول يتحكم الكفيل في حياة العامل في مختلف جوانب حياة العامل، مثل حقه في تغيير الوظيفة وتجديد الإقامة، بل وحتى العودة إلى الوطن في بعض الأحيان. قد يؤدي هذا الخلل في موازين القوى إلى ابتزاز العمال من أجل المال أو حتى تعريضهم للعمل القسري. تحت نظام الكفالة يعتمد حق العامل في العمل والحياة على شخص واحد وهو الكفيل. في حال قام الكفيل بتسريح العامل أو تقاعس عن تجديد أوراقه أو ألغى كفالته، يصبح في نظر القانون عاملاً مخالفاً، وبذلك يصبح معرضاً للاعتقال والترحيل. العامل الذي يقع ضحية تعسف واستغلال صاحب العمل سيواجه العديد من الصعوبات للتحرر من قبضته. حاولت بعض الدول إدخال إصلاحات تشريعية تدريجية على نظام الكفالة، لكن ما يزال هناك المزيد مما ينبغي عمله لمعالجة هذه العلاقة غير المتكافئة بين الكفيل والعامل المهاجر. كيف بالإمكان معالجة العلاقة غير المتكافئة بين الكفيل والعامل المهاجر؟ عدم رهن تصاريح العمل بكفيل محدد، السماح للعامل بتجديد أوراقه القانونية بدلاً من الكفيل، منح العامل حق إنهاء عقد العمل مع التنويه بذلك خلال فترة معقولة، السماح للعامل بتغيير عمله دون الحاجة لتصريح من الكفيل، السماح للعامل بالخروج من البلاد دون الحاجة لإذن الكفيل. ما فوائد معالجة العلاقة غير المتكافئة بين الكفيل والعامل المهاجر؟ اقتصاد وسوق عمل أكثر مرونة وديناميكية، الحد من حالات التعسف والاستغلال التي يقوم بها الوسطاء ووكالات الاستقدام، تفادي حالات العمل القسري ومخالفة الإقامة التي يقع ضحيتها العمال، تحسين صورة الحكومات في المجتمع الدولي. ادعم هاشتاغ Fair Migration.